من عنده شرك في الربوبية هل يحكم بكفره أم تقام عليه الحجة شأنه شأن أهل شرك الألوهية؟ الشرك بجميع أنواعه إن كان هذا الذي وقع فيه يعيش في بلاد جاهلية منقطعة لم يبلغها شيء من الدين هذا يبلغ ويبين له قبل، أما إذا كان يعيش بين المسلمين ويسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع الكلام واستمر على هذا الشرك هذا لا حجة له ولا يعذر، وليس جاهلا لأنه بلغته الحجة قامت عليه الحجة فلا يعذر باستمرار على الشرك والعياذ بالله. نعم.